دايمرز، وعرفنا أهم ميزة فيه هو ما تتكون خلايا مصوتة، وأيضا موجود السيدوبلازموديوم أو البلازموديوم الكاذب. بالنسبة إلى المجموعة الثانية هو أسيلولار سلايمولز أو تسمى بالأعفان الخلوية الحقيقية. المميزات العامة هو أن الطور الخضري أو طور التغذية عبارة عن بلازموديوم متعدد النواة وثنائي المجموعة الكروموسومية 2N، لا يحصل تجمع للبلازموديوم لتكوين الأجسام الإثمارية. يعني هناك في السلولار سلايمولز عندنا يحصل تجمع للخلايا الأميبية لتكوين السيدوبلازموديوم، هنا لا يحصل هذا. تحتوي دورة حياتها على خلايا متحركة تحتوي على أصوات. إذن أول كلاس هو بروتوستيليومايسيتس، أكرر بروتوستيليومايسيتس، تتواجد بشكل واسع على الأجزاء النباتات المتحللة في التربة والدبال وكذلك في الروض وفي المياه العذبة، ولها مدى وانتشار واسع في مناطق القطبية وحتى الاستوائية. الطور الخضري تروفيك فيس عبارة عن أميبا أحادية النواة يوني نيوكليت تحتوي أقدام كاذبة من النوع الخيطي فايلوز سيدوبوديا، يعني مثل ما أخذنا بالديكتوستيليومايسيس، وبعض الأنواع تنتج بلازموديوم صغير سمول بلازماديا، وبذلك تمتلك صفات بين الأعفان الخلوية اللزجة والأعفان الخلوية. وعلى فكرة يعتبر البروتوستيليومايسيس هو أوطأ كلاس في الأعفان الخلوية الحقيقية اللي هي سيلولار سلايمولز. تتغذى الأميبا أو البلازموديوم لأحادي النواة بالبلعمة فاجوسايتوسيس على البكتيريا والأميبات لنفس النوع، وعندما تتوقف من التغذية تنسحب الأميبا أو البلازموديوم حول نفسها مكونة شكلا يشبه القبعة. هذه هي الأميبا، تنسحب حول نفسها وتكون شكل يشبه القبعة، هذا يشبه القبعة، ثم يتطور ليعطي في نهايته سبوران له قاعدة تسمى هايبوثالس، ويتكون من ساق طويل اسطواني الشكل يحمل في طرفه بوغ مفرد كروي. هذه رسم توضيحي للبروتوستيليومايسيس. يحصل اندماج يحصل في البوغ اندماج نووي ثم انقسام اختزالي، وينبت البوغ لينتج بروتوبلاست رباعي النواة كوادر نيوكليت، ومن ثم ثماني نواة أوكتيت ستيج أحادية المجموعة الكروموسومية هابلويد، وكل واحدة من هذه الخلية البروتوبلازمية تطلق خلايا مصوتة سويمر لها صوت واحد أو صوتين من النوع القرباجي اللي هو بلش تايب، وهي خلايا وحيدة النواة ووحيدة المجموعة الكروموسومية. تندمج الخلايا المصوتة لتكون الزايغوت، هاي الخلايا المصوتة لتكون زايغوت ثنائي النواة وثنائي المجموعة الكروموسومية. بعدها تبدأ مرحلة البلازموديوم ثنائي المجموعة الكروموسومية، ومن ثم يتطور إلى الجسم الإثماري اللي هو سبوروكارب. مثال عليها الجنس بروتوستيليوم، يعني هذا هو البوغ ما يتكون، وهذا هو البلازموديوم. أما طبعا أخذنا الكلاس الأول هو بروتوستيليومايسيس، مجموعة الأجراس السيلولار سلايمولز. لاحظوا هنا نقلنا السيلولار، يعني البلازموديوم عبارة عن خلية واحدة لكنه متعدد النواة، ولهذا يسمى السيلولار مو خلوي، أعفان حقيقية.
الكلاس الثاني هو الميكزومايسيت، تؤلف مجموعة صغيرة من الفطريات غير الحقيقية، توجد في الأماكن الرطبة والباردة نسبياً وذات الظل، وتظهر على بقايا النباتات الميتة والدبال. ونظراً لصغر حجم البلازموديوم لا يمكن ملاحظته في أغلب الأحيان، وتعيش معظمها بصورة رمية، ولكن توجد أعداد قليلة منها تعيش بصورة طفيلية إجبارية داخل بعض النباتات الزهرية والطحالب والفطريات الحقيقية. ومثال عليها هو الفطر فزاريوم بوليسيفيليوم وديكتيديوم ريدي. تتضمن دورة حياة فطريات الميكزومايسيس الآتي: أولا سبور جيرمينيشن ميكزو أميبا أند سوارم سيل، يعني في دورة الحياة راح نشاهد إنبات البوق، وراح نشاهد الميكزو أميبا، وأيضا راح نشاهد الفطرية الخلايا المتحركة اللي هي سوارم سيل. أيضا في دورة الحياة راح نشاهد الزايغوت والبلازموديوم فورميشن، يعني راح نشاهد تكون الزايغوت، وأيضا راح نشاهد تكون البلازموديوم الحقيقي. وآخر شيء في دورة الحياة راح نعرف كيف تتكون السبورانجيا. اختصار في دورة الحياة: في البداية إنبات البوق سبور جيرمينيشن، نبدأ من البوق، هذا هو البوق. عادة تكون الأبواق كروية جلوبوز، أحادية النواة يوني نيوكليت، أحادية المجموعة الكروموسومية هابلويد. سطح البوق يتراوح من أملس إلى شبكي إلى شوكي، يعني سموث ريتيكوليت أو سبيني. يحتوي على جدار خلوي من السيلولوز، وعند الإنبات، لاحظوا هنا هذا البوق، عند الإنبات سيتشقق جدار البوق وتخرج منه ميكزو أميبا أحادية النواة، هذه هي الميكزو أميبا أحادية النواة. تتحرك الميكزو أميبا بحركة أميبية وتبتلع الطعام عن طريق الفاجوسايتوسيس، وبعدها تنقسم انقساما اعتياديا، يعني انقساما غير جنسيا، يعني اسكشوال مايتوسيس، لزيادة عددها، وتبقى الزيادة مستمرة بالعدد ما دام الغذاء متوفر والبيئة متوفرة. إذا كانت الظروف البيئية ملائمة والرطوبة متوفرة فإنها تتحول إلى خلايا مصوتة، يعني هذه بدل ما تكون ميكزو أميبا راح تتحول إلى خلايا مصوتة. الخلايا المصوتة تسمى فلاجيليت سوارم سيل، تحتوي على صوتين من النوع الأملس الوبلش تايب، أحدهما طويل ويتجه بحركته نحو الأمام، لاحظ هذا هو، والآخر قصير ويتجه في حركته نحو الخلف. إذا كانت الظروف البيئية ملائمة ومتوفرة فتتحول الخلايا المصوتة والتي تحتوي على صوتين مثل ما ذكرنا، الميكزو أميبا راح تتحول إلى إما خلايا مصوتة. وعندما تصبح ظروف غير مناسبة يعني بشكل عام، يعني لا هي تكوين ميكزو أميبا ولا تكوين الخلايا المصوتة، فإنها تتحول إلى خلايا إلى مايكروسيست. هذا المايكروسيست ذات جدار سيلولوزي رقيق مقاوم للظروف البيئية غير الملائمة. لاحظ هذا سبور، نانا سبور جيرمينيشن، عندما يكون خلية أميبية جلية سوارم سيل اللي هي عبارة عن خلايا مصوتة تحتوي على صوتين، أحدهما طويل يتجه بحركته نحو الأمام والآخر قصير ويتجه في حركته نحو الخلف. هذه هي المايكروسيست الحويصلة. خلصنا إنبات البول وعرفنا مواصفاته،
وصلنا إلى هاي المرحلة عندما يتكون المايكروسيست. عندما تكون الظروف البيئية ملائمة راح ترجع من جديد تنبت لتكون خلايا مصوتة أو تكون ميسو أميبا. حاليا تكوين الزايغوت، كيف يتكون الزايغوت؟ يعني بعد فترة من الزمن عندما يزداد عدد الخلايا الأميبية والخلايا المصوتة راح يحصل تكاثر جنسي، وستعمل هذه المراحل الخضرية كأمشاج، على الرغم من الأمشاج المتكونة من الميكزو أميبا تكون عقيمة. تتكون يعني تتكون زايغوت، لكنها في أغلب الأحيان تكون عقيمة. إذن الخلايا المصوتة هي اللي راح تكون منتجة للبلازموديوم على الأغلب. بمجرد أن تتلامس سلالات التزاوج المتوافقة مع بعضها سيحدث التزاوج لتشكيل البيضة الملقحة اللي هي زايغوت. ها هي البيضة الملقحة التي هي زايغوت. ثم تخضع البيضة الملقحة للعديد من الانقسامات الاعتيادية لتشكيل بلازموديوم كبير متعدد النواة ثنائي المجموعة الكروموسومية دايبلويد، ويتغذى بواسطة البلعمة بالفايكوسايتوسيس. هذا هو البلازموديوم الكبير ثنائي المجموعة الكروموسومية، وعندما تسود الظروف غير مناسبة يتحول البلازموديوم إلى ما يسمى بالجسم الحجري اللي هي سكلروشيوم، وهو تركيب صلب محاط بطبقة واقية متكونة من الخلايا الصغيرة، لوحظت تحت المجهر، مكونة من عدد من الخلايا الصغيرة متعددة النواة تسمى بالماكرو سيست. ماكرو سيست، لاحظ مو مايكرو، ماكرو. مايكرو ذيك حوصلة، صار عندما تكون الظروف غير ملائمة للخلايا المصوتة والميكزو أميبا. لكن الماكرو سيست هو عندما تكون الظروف غير مناسبة للبلازموديوم، يونغ بلازموديوم. فإن كل مايكروسيست تتحول إلى بلازموديوم جديد. تعرضت الظروف الملائمة في داخل هاي السكلوروشيا موجودة الماكروسيست اللي هي عبارة عن خلايا، كل ماكروسيست تتحول إلى بلازموديوم جديد. هذا بلازموديوم جديد. خلصنا من إنبات البول وتكوين الخلايا المصوتة والميكزو أميبا، وخلصنا من موضوع تكوين البلازموديوم ثنائي المجموعة الكروموسومية، وعرفنا تكوين الماكروسيست وهي أحد خلايا السكلوروتيوم أو السكلوروشيا. هنا سيتكون طبعا، هو عرفنا كيف يتكون البلازموديوم. وصلنا إلى كيف تتكون الأجسام السبورانجية أو كيف تتكون الأجسام الثمرية. خلال الظروف الملائمة يهاجر البلازموديوم هذا، طبعا على فكرة إلى جهة أمامية وجهة خلفية، هذا هو الجهة الأمامية وهذه الجهة الخلفية، posterior vein و anterior vein. فان يعني مروحة، يعني هو شكله أيضا مروحي. موضوع هذا الموضوع تم نشره بالمحاضرة مع PDF فيديو تعليمي من يوتيوب، أخذت الرابط وأرسلته لحضراتكم، وتلاحظون بأن هذا الموضوع مهم، بأن تلاحظوا الفيديو حتى تصير معرفة تامة عن شكل الفطر بالطبيعة. طبعا خلال الظروف الملائمة يهاجر البلازموديوم ويتغذى لفترة من الوقت قبل أن يتحول إلى سبورانجيا، وعندما يبدأ تكوين السبورانجيا فإن البلازموديوم يصبح أكثر كثافة ويشكل طبقة سميكة تدعى هايبوثالس. يعني هذا هو البلازموديوم، الغلاف الخارجي له قبل ما يكون الأجسام هذه الإثمارية يكون طبقة سميكة تسمى هايبوثالس. هاي الطبقة السميكة هذه مستقبلا راح تكون هايبوثالس. يعني هنا إذا تلاحظون هنا هو مكان الهايبوثالس. يتطور السبورانجيا التي تحتوي على الأنوية ثنائية المجموعة الكروموسومية، لأن لحد الآن ما صار ميوسيس، وتكون محمولة على ساق ستولك، ثم يحيط السيتوبلازم حول الأنوية لتكوين الأبواب داخل الجسم الثمري،
ويحصل هنا انقسام اختزالي ميوسيس في كل بوق لإنتاج 4 أنوية أحادية المجموعة الكروموسومية، 3 منها تتحلل وواحدة تنتج الميكزو أميبا. هذا هو السبور. طبعا هو تكونت 4 أنوية لكن نواة واحدة فقط تنتج الميكزو أميبا، وثلاث أنوية راح تتحلل أو بالأحرى تصبح غذاء للميكزو أميبا لاحقاً.